بسانتي اليوم معي دكتور مارك نحاس، اهلا وسهلا فيك. حضرتك اختصاصي طب عائله، رح نحكي عن الاختصاص اليوم مش عن مرض معين بالاختصاص. خلينا نبلش او نرجع نعرف عن الاختصاص. يعني اليوم عم نشوف دائما في تفرعات، وفي كل حكيم وعنده اختصاصه المعين، والناس صار عندهم هيك توندانس انه دغري يتوجهوا عند الاختصاصي. اول شيء بس خليني ارجع استفسر منك، جنراليست يعني ميدسان دو فامي او بيختلفوا عن بعضهم؟ كثير قوي السؤال. اول شيء ثانك يو على الاستضافه. فاميلي ميديسن بالانجليزي برايمري كير، بالعربي طب العائله، هو اختصاص من 4 سنين من بعد 7 سنين. يعني نحن بالنقب الاطباء بنسجل اختصاص مش طبعا، فيك تسجلي طبعا، فيك تسجلي اختصاص. سو هو اختصاص 4 سنين حسب البلد، امريكا 3 سنين، هون 4 سنين. هذا اول شهر هو اختصاص، يعني طب العام هو 7 سنين، والطب العائلي بلس 4 سنين من بعد 7 سنين. بشو بنختص؟ بنختص بكل شيء. كيف يعني؟ كل شهرين بيعطونا بالتريننج بديبارتمون جينيكولوجي، نساء، اطفال، طب النفس، كلهم everything، حتى جراحه. سو هو يشمل كل الاختصاصات وكل الاعمار من 0 لل100. بس اكيد البالك اكثرية شغلنا هو بطب الشيخوخه وطب الاطفال كمان، انا بشوف من 0 لل100. في طبيب مره انجليزي كان في محاضره، قال جمله كثير لفتتني. طبيب العائلي، اطباء العائله يعرفون الكثير عن الكثير، والاخصائي هوليك يعرفون الكثير عن القليل. مظبوط، يعني عن شغله واحده. صح، نحن عن كل شيء، which is more challenging، اصعب بكثير تضلك up to date بكل القطاعات. اكيد اكيد. هي بدنا نحكي شوي عن، يعني حكينا طبعا عن شرائح العمر، وهون مفسر لنا اكثر بهالصوره. هذه الصوره بتفرجي كيف بتنقي اختصاصك انت عم تدرسي طب. نعم. فانا دورت لك على الفاميلي ميديسن، اي لايك ايفريثينج، يعني بحب كل شيء اجمالا. طبيب العائله لازم يكون بحب كل شيء، وبده يكون كمان يقدر، يعني ذكرت شغله كثير مهمه بفتكر، يلي هي طب النفس. صح. لانه لازم يعرف يتعامل مع كل الاعمار. صح، مش بس كل الاعمار. هيدي الصوره الثانيه بتفرجي شيء اسمه هوليستيك ميديسن. نعم. يعني طب كامل، شامل ومتكامل. انت بتطبب مش بس السبب اللي جاي كرماله المريض، بتطبب النفسيه تبعه، السوشيال باك جراوند تبعه، حتى ايام الحاجات النفسيه. فاذا جاي مثلا بوجع بطن، مش ضروري يكون في شيء ببطنه، بلكي يكون ستريس زايد. فنحن بنسال كثير اسئله، بس شو ما تجي كرمال حيالله شيء بنسالك، كيف الحياه الشخصيه، كيف الشغل، شو بتشتغلي، قصص امور بتتعلق غير طبيه. عرفتي كيف؟ حسب المود دو في. منشان هيك كمان مهم انه يكون لكل عائله في طبيب ميدسان دو فامي، طبيب عائلي، لانه هالامور بتصير يمكن اسهل، بيكون صار بيعرف العائله، يعني بصير في علاقه اقرب. واجمالا طبيب العائله بيكون قريب من كل الافراد، وبيعرف تاريخهم وبيعرف قصتهم، في ملاحقه، في كونتينيوتي اوف كير، يعني بيعرف الفايل تبع، بيعرف الفايل، وفي كونتينيوتي، يعني في استمراريه من الاول للاخر. نعم. الامراض اللي ممكن، يعني اكيد حكينا انه عن كل شيء، بس اجمالا لما بيتوجه مريض لعند طبيب العائله، كيف بتصير، كيف بيصير التشخيص، اي متى بيوجه لعند اختصاصي، اي متى بيقدر هو يعالج الموضوع لحاله، اي مرض يعالج دغري تلقائيا عند الطبيب؟ انا بعرف انه بهالحالات التشخيص شغله مهمه. أكيد. واجمالا التشخيص الحكيم ان كان طب عام او ميدسان دو فامي بيكون صائب، يعني اجمالا هيك بيقولوا. نعم. بركي لانه بناخذ كل الصوره الكبيره، مش يعني زوم اوت عند المريض، مش بس بنركز على الشيء اللي هو جاي كرماله. اجمالا العالم بتفكر تروح عند طبيب العائله بس وقت تكون مقربه او مرشحه او سخنه. هلا هذا اكيد نحن بنشوفهم، بس ليس فقط الرشح. يعني نحن 80% من الامراض فينا نعالجها، حتى السكري، ضغط، الغده، الكوليسترول. مش كل الامراض بيجوا بمرحله متقدمه ومستعصيه، وعرفتي يعني 80% نحن بنعالج، وفي 20% اللي هن كثير اذا بدك متقدمين ومستعصيين، هول اكيد بيتحولوا.
معناتها هون انتم عليكم انه تقولوا للمريض اي متى لازم يكون في فحوصات اكثر، اي متى من خلال هالفحوصات لازم يتوجهوا لطبيب مختص 100%. نحن الفاميلي فيزيشنز اطباء العائله بسمونا جيت كيبرز، يعني اذا بدك بوابه النظام الصحي الفلتر، يعني انت لازم بالاول تتوجهي عند طبيب العائله. مش دائما بحاولك، قلت لك ب 80% من الحالات نحن بنعالجهم. ليش لازم المريض يروح بالاول يتوجه عند طبيب العائله؟ مش مثل بلبنان يروح هو ينقي دغري. يعني سبقت سؤالي لانه هون بلبنان انه عم بيجاني راسي بدي اروح اعمل ايه، هذا السؤال كثير شائع انه ليش بدي اروح لعندك اذا فيني اروح دغري عند طبيب المعده او طبيب النساء. في للحقيقه هذا اكبر جواب، اكبر مشكله يعني بفتكر اكبر هيك تساؤل. صح، في كذا شق للجواب. اول شيء الدبل كوست، يعني الكلفه المزدوجه. ليش انت خلينا نقول عندك دوخة أو تعب، طبعاً مين بتقرر تروحي؟ في أيام ما بتعرفوا عند مين تروحوا، ما في طبيب للتعب مثلاً. أوكي؟ أنتو؟ لا، ما هي أيام بيقرروا يروحوا عند طبيب غير مختص بهيدي الشغلة، فبيرجع بيحاولوا عند طبيب تاني، بيصفي المريض دافع مرتين. مشان هيك نحن إذا بديك الفلتر تبع النظام الصحي، ها أولاً. ثانياً في دراسات بأمريكا عملت مش بلبنان، عملتها الحكومة، فرجت عن الافيشنسي انه النظام يلي بيتبنى هذا السيستم انه المريض يروح عند طبيب العائله اول شيء كثير افيشنت اكثر، يعني ما بعرف شو بالعربي افيشنت، يعني بيكون عنده فعاليه اكثر او بتكون نتائجه والكوست على الدوله اذا بدك اخف. الكوردينيشن والكونتينيوتي اوف كير، التنظيم، يعني اجمالا المريض خاصه المرضى الكبار بالعمر كبار بالسن عندهم بيكون اجمالا كذا مرض، مش انه بس مرض واحد، بيكون عنده ضغط وسكري وكوليسترول. فنحن مثل شيف دوركاس نحن بننظم بين كل هول الامراض، مش ضروري يروح عند ثلاث حكمه هالشغله. وفي الا لما بيصير في حاله طارئه، اكيد اكيد حسب، يعني اكيد الكونتينيوتي اوف كير اللي حكينا فيها قبل هي الاستمرارية. يعني أنا بعرف مريضي من وقت ما يخلى لحديت ما يموت، فها شغلة مهمة. والأكسسيبيليتي، نحن إجمالا طبيب العائلة دايما موجود، مش يعني مش موعده بعد شهرين. بس اليوم يعني عن جد الغريب بالموضوع انه خف وكأنها الاختصاص، ما بعرف انت يمكن عندك معطيات اكثر مني عن لبنان خلينا نقول، لانه بعدنا باوروبا بنلاقي كثير ميتان دو فامي ان كان بالبلدان الاوروبيه. لانه النظام برا حتى بامريكا بيجبرك، كانه بتفرض الوزارات، يمكن مش بس الوزارات، الانشورنس كومبانيز مثل ما قلت لك، لانه اتس مور افيشنت. وهلا فيك بامريكا تروحي دغري عند اختصاصي غير، بس ساعتها بدك تدفع شيء اسمه اوت اوف بوكيت، يعني من جيبتك، وكثير غالي هونيك، مش لانه ما مرقت بالبروسيدور العادي. صح، هو فيك بس اغلى بكثير. باوروبا وبامريكا اجمالا مجبوره تروحي عند الفاميلي دكتور بالاول، بعالجك، ما اذا في ضروره بحاولك. This is هيك بتصير الامور. يعني خليني اسالك كمان هيك اشياء عمليه شوي عن التشيك اب، يعني قد ايه الانسان هون او قد ايه بتتابع كطبيب عائله التشيك ابس، قد ايه لازم كل شخص يعمل فحوصات، يعمل زياره للطبيب ان كانوا كبار ميد ايج او لما بيصيروا كبار بالسن؟ يعني هذا كمان شيء كثير شائع بلبنان، كثير كثير كثير. كلهم بيجوا لعندي حكيم بدي اعمل تشيك اب، صاروا 6 شهور. نعم. انا بقول لهم بس انه ليش؟ هلا طبعا حسب الحاله، المريض اللي عنده مرض مزمن مثل سكري او ضغط او كسور بالكلى او هذا اكيد له خصوصياته، بس حدا صحته منيحه وبعده صغير بالعمر وبيمارس الرياضه وما بيدخن اجمالا هيلثي، ما في لزوم كل 6 شهور يعمل فحوصات. بتصير يعني تقريبا قد او زياره طبيب؟ لا، زياره طبيب غير فحوصات دم. اوكي، زياره الطبيب لازم تكون سنويه. اوكي، لانه بيفحصك، بيسالك اسئله، بياخذ لك ضغطك، بياخذ لك نبضات قلبك، وعلى اساسها
بيتقرر أساسا أكيد. بس إجمالا برجع بقلك إذا واحد شاب وما عنده مشاكل صحية أكيد ما في لزوم كل ست شهور. الطب الوقائي كمان يعني هون يمكن بتصير أكثر نصايح أكثر يعني شغل على طريقة الحياة اللي ذكرناه بالأول صح. لحتى نتفادى الأمراض. الطب الوقائي هو ضمن الفاميلي ميديسن ضمن البرايمري كير أوكي. نحن من آمن البرايمري كير بس خليني أعلق على هالنقطة البرايمري كير هي شو على المضبوط يعني مثل اسمها برايمري كير يعني إذا بديك بالعربي مش العلاج الأولي بس يعني تقريبا إيه إنه أول إذا بدك مثل ما قلنا قبل الفلتر تبع النظام الصحي بوابة النظام الصحي برايمري كير إيه البريفنتيف ميديسن الطب الوقائي هذا من صلب أنعات والبراكتس تبع الفاميلي ميديسن ما بيقولوا الدرهم وقاية أحسن من أنطار علاج 100% وهيدي خاصة الانشورنس كومبانيز لازم يأمنوا فيها بلبنان إذا بكتب أنا تشيك أب يرفضوها بينما بالعكس هن أحسن لهم يلقطوها بكير كلفة العلاج بتكون أقل من ما تعالج كانسر بآخره الطب الوقائي حسب العمر وحسب إذا أنثى ولا ذكر حسب كتير أمور بس بيفوت يعني ضمن الاختصاص طبعا. يعني الطب الوقائي هو حسب زيارات الطبيب السنوية بيتبين شو لازم ننتبه شو لازم نضوي على أي شغلة كيف لازم نحسن أنا عم تابعك من عمر العشرين صار عمرك مثلا 50 ديزون صار لازم تعمل ماموغرافي بعدني 25 لا تقريبا ما عم بحكي عنك فديزون اجت مرة لعندي عمرها 50 صار لازم تعمل ماموغرافي صورة الثدي هلأ في اسوسيشنز بيقولوا على 40 بس هيدي مثل يعني الكولونوسكوبي النادور تبع المصران كل انسان على عمر الخمسين لازم يعمل كولونوسكوبي نعم حتى لو مش حاسس بشيء هول الموضوعين يعني اللي ذكرتهم هن اكثر شيء كمان بنحكى عنهم اليوم صح. والنادور المعدة والمصارين يلي صار مثل ما واحد بياخذ حبه مسكن يعني بيروح بيعمل نادور لمعدته ولمصارينه يعني هون يمكن كمان الطبيب العائلي بيصل لمحل بيقول لا ما مفروض أو مش ضروري أو بعرف تاريخ العائلة عندك يمكن ما عندك مزبوط. يعني هون تاريخ العائلة كمان الجيني قديه بيلعب دور بأنه نخفف وبعدين ذكرت شغلة يا دكتور يعني ما بعرف إذا هون دور العائلة أو دور الناس المواطن أو دور كمان الوزارات المختصة والدولة أنه هالمصروف الزائد على الأمور الطبية من قبل المواطنين يمكن بأشياء كتير بسيطة بيتخفف إن كان على الدولة على شرك الأسيرانس أو على المواطن نفسه يعني الأشياء اللي عم تحكيها حضرتك اليوم أشياء كتير مهمة إن كان على صحيا أو اقتصاديا مزبوط هلأ بأكترية الأوقات الكلفة منها دغري على المواطن لأنه إذا في إنشورنس أو ضمان أو أسيرانس بس مزبوط عم توفر على غير ناس الانشورنس او الوزارة هي حلقة يعني صح معلقة صح ببعض على كل 100% مثل ما قلت التاريخ العائلة والجينات تبع العائلة اللي اجمالا بيكون حكيم العائلة بيعرفهم بيلعب دور كتير كبير لانه مريض بيو مثلا مات سرطان الكولون على عمر الاربعين هيدا كتير مهم يفوت بالهيستوري تبع المريض لانه بتفرق بيصير ببطل تشيك اب على 50 تبع نادور المصران الغليظ فاكيد فهون بتبلش الوقايه قبل صح اكيد بس بتفرق العمر ايمتى بتبلشي صحيح قبل ما نختم اول شيء رح اخذ فون كول بعدين عنا كمان الزيارات المنزليه ما بعرف قد ايه هيدا الشيء بس هيدا كمان شقفه كبيره من شغلنا لازم يصير او لا اتصال الو بونجور تفضلي مين معنا ريتا أهلين ريتا تفضلي أول شيء أنا بدي أعتذر هلأ فتت على المداخلة بينك وبين الدكتور أنا صراحة جوزي عنده مرض مزمن وأنا كمان عندي بروبلم بالغدة كمان مرض مزمن يعني أنا دايما الإنسان معرض لكذا نكسات بالحياة
أوقات ما بيستغني الأمر إنه الواحد يروح عند الدكتور يسأله سؤال نتفة جريب شو بياخد شو كذا، يعني حابة من غير شر إنه يكون عندي حكيم عائلة، لأنه كل إنسان بتحس الأمراض كلها معلقة ببعضها. يعني أنا إذا رحت عند حكيم معدة ما عارف إنه أنا عاملة مثلا ديبريسيون كذا مرة مش يعرف يعالجني مزبوط. بقى بالنسبة للطب العائلة شو التايتل تبع الدكتور وكيف بختار الدكتور المناسب لحتى أنا خبره كل الريكورد تبعي القديم وبلش معه وتبهر أكيد مع حكمة يلي كرمال الأمراض المزمنة تبعتي أنا. شكراً لاتصالك، للتأكيد ما تختاري إلا دكتور نحاس، إذا بتحبي تتصلي تحت الهواء على كل حال منعطيك كل التفاصيل. بس بفتكر هيدا الكا يلي عن جد هو مثال 100% عندك كذا شغلة مزبوط وبدها تضل تتابعهم، فمنشان هيك لازم يمكن يكون في طبيب يجمع. هلا سؤالي كثير حلو، كيف بتختار طبيبه؟ في شيء معنا يا بلبنان الريتينجز، مثلا بامريكا فيك انا يا على التي في بس ايه في على التي في فيك تفوت نوعا ما بامريكا تشوف الريتينجز تبع الحكيم وتنقيه حسب خبرته وحسب. هون منا موجوده صراحه بلبنان بيتكلوا اكثر على من تم لتم، يعني من حكي من قدمهم انه يكون قريب من العائله الطبيب، يعني شخص عايش ببيروت مش ضروري يكونوا اصحاب، يعني نو عم بحكي كمسافه حكيم، يعني شخص عايش ببيروت مش معقول يكون عنده حكيمه بالشمال مثلا، يعني فهون شمالا بيخدم الطبيب العائله منطقته نوعا ما يعني. نعم الزيارة المنزلية بما أنه عم نحكي عن المنطقة، هل هي شيء مسموح بالطب وأيمتى لازم تصير؟ أكيد هلأ هي أكيد مسموحة، هي ضمن إذا بدك الفاميلي ميديسن، لأنه قليل الأخصائيين الآخرين مثلا حكيم قلب وهذا قليل يروحوا على البيوت، فهذا بتجي تحت نطاق الفاميلي ميديسن. منروح لعندهم وقت المريض ما يكون قادر هو يزور الطبيب، بيكون كتير ساخن ما قادر يقوم من التخت. حكيم بليز فيك تيجي تزورني، أكيد منروح حسب من ننظم هيدا أو الأولاد مثلا البيبيز ما بدها الأم تاخدهم هيدا بنيجي نحن منزورهم. لح بحكي عن البيبيز بس كمان في شغلة يمكن بتصير في عليها شوية لغط ما بعرف إذا بس بلبنان أو بغير بلدان أيضا، يلي هي المعاينة على التليفون أو وصف الأدوية على التليفون أو التشخيص يلي بيصير على التليفون. فسر لنا شوي كيف لازم تصير الأمور فعلا على أصولها. أكيد. يعني هلأ أنا شخصيا بكره التليفون لأنه بس بترد على التليفون برد بس التليفون فخ إنبلي موقوتة. ليش؟ وجع بسيط بالمعدة أوكي، فيه يكون شيء كتير هين ومنه شيء، وفيه يكون شيء بده عملية لتسي زايدة أو شيء، فهون بيجي الخطر إنه مثلا الحكيم إذا مستعجل أو شيء خد حبة whatever وبيطلع مثلا عنده زايدة بتنفجر وبيصير بقصة تانية. نعم. فمش هناك التليفون خطير. هلا ما بيمنع واحد يكون افيلبل ويجاوب، وفي امور فيك تعملي لها فلتر انه في امور بيصير عنده الحكيم خبره يعرف انه هذا لا بتنطر او فيها تتعالج على التليفون، بس اجمالا وقت نحس انه لا في شيء مش عاجبنا بنفضل المريض يزور الطبيب بالعياده، لانه ما في شيء بيوازي الفحص الطبي الفحص السريري. اوكي الهيستوري يعني فيك تسالي حيالله سؤال على التليفون بس ما فيك تفحص المريض على التليفون. الفحص السريري اجمالا هو يعني لا يعلى عليه، يعني بسهل يعني يعني بسهل التشخيص، مش بس بسهل اساسي هو 50%. مش هناك التلي ميديسن اللي هي هلا دارجه مثلا على سكايب او على الاي ميديسن يعني على الانترنت اوكي كثير مهمه وسهلت الحياه الناس، بس ما فيك تفحص المريض على الانترنت مثل التليفون. مثل يعني مثل التليفون بس هلا دارجه الانترنت اي ميديسن، فما فيك تفحص يعني والفحص ما فينا يخبرك والاسئله لحالها ما بتكفي يعني مثل ما عم بتقول اوقات بيكون لا. البطن محجر اوقات بس تدقر ولد بيصرخ اوقات مزبوط من شغلة ضغط نبض كثير مهم يلي عم بتقوله حكيم، مع انه شغله بنحس سيئه بنعرف انه هالشيء، بس المشكله انه عم تتكرر الاخطاء دائما بلبنان، والاطباء كمان اوقات يمكن يعني مثل بيروحوا بالحياه يعني مثل ما بنقول. خليني اخذ اتصال. الو بونجور. يا هلا مين معنا؟
معك مدام ديب. تفضلي. بليز فيني اسال الدكتور؟ اكيد. فيني اسال الدكتور اذا عندي وجع برقبتي ولا بكتافي وين فيني شوفه بليز؟ شكرا لاتصالك. كل التفاصيل ممكن تاخذوها تحت الهواء لما بتتصلوا على الام تي في على ذات الرقم، لانه كمان هون الوجع الرقبه والراس مثلا هل هي جايه من العظم، هل هي جايه من العضل، هل هي جايه من الراس؟ في يكون تشنج بسيط، في يكون ديسك، نعم، في يكون شيء بالاعصاب، في يكون من الوضعية. أنا هلأ حس حالي قاعد غلط مثلا، بلش يجعوا كتافك يعني، لا بس إنه إذا بعد ساعة بعد عرفتي، ففيها تكون شيء بسيط وفيها تكون مش هيك، واحد بيفحص بيسأل بعدين بيكون تشخيص. نعم. كنا بدنا نحكي شوي عن الأطفال حكيم. إجمالا كل الناس بلبنان أو كل ما يكون في مولود جديد بيكون عنده طبيب الأطفال الخاص فيه، وهون طبيب الأطفال بيصير كأنه جنراليست للأولاد، أو كأنه هون بيقدر يوجه هو لما بيكون في حالة مستعصية أو كبيرة. برأيك الشخصي الطبيب الأطفال أفضل يكون هو طبيب المختص للولاد، أو ممكن طبيب العائلة كمان يهتم بالولاد وما يكون عندهم أبداً بيدياتر؟ يعني بالميدسين في كتير أوفرلاب، يعني تضارب مصالح، تضارب مش مصالح، لا أوفرلاب يعني نفس الشغلة في حكيمين مختلفين. مثلاً الديسك، الجراح العظم في يعمل العملية وجراح الأعصاب في يعمل العملية، يسموه أوفرلاب يعني تشابك اختصاصي 100%. نعم. فالمثل تبعك الأطفال بينطبق عليه الأوفرلاب التشابك. البيدياتر أكيد ها شغلته، أكيد رح يكون بأكثر من قادر إنه، بس نحن كمان فينا نتابع الولد من وقت ما يخلق حديث ما يكبر. عنا كل الطعومة بالكلينيك، عنا كل الطعومة، عنا اللي بتزين الطفل، عنا هذا. هلأ أنا بدي أقول شغلة، ما لازم واحد يكون عنده عقدة التحويل. يعني أنا إذا بحس إنه لا بحاجة هالطفل لبيدياتر لازم حوله لبيدياتر، أكيد بحوله يعني كضمير مهني هون مفروض يكون، ما بده يعني اثنين يحكوا فيها. بس العكس كمان صحيح. نعم. يعني بأمريكا إذا أنت رحت لشي بسيط عند اختصاصي فيه يقول لك مش هو ضروري، هو رح يقول لك بليز جو تو يور فاميلي دكتور، منا شغلة هالقد مهمة. لا مش منا مهمة، منا ضمن اختصاصي. يعني حكيم مثلا نسائي مش مضطر يحكم كوليسترول، بيقول لها بليز روحي عند الفاميلي دكتور. فبالقلب كمان ما لازم يكون في حياة بالتحويل من الاختصاص شغلة واحدة للفاميلي دكتور. شكرا لك دكتور، اتصالات كثيرة ممكن تصلوا فينا تحت الهواء. أهلا وسهلا فيك دكتور مارك نحاس. بريك صغير ومنتابع مع تارو، حضروا اتصالاتكم، راجعين بعد البريك.